من 75 وعمدة 15 سنة فرقتونا ودمرتونا، فكرنا من بعدها أنه خلص. من 91 لل 2018 غرقتونا بفسادكم وجشعكم وعفنكم، قلنا بكفة خلص. بال 2019 رجعنا للأمل ونزلنا، كنا إيد وحدة، بس وقفتوا بوجنا وكبتونا وما قلتوا خلص. بال 2020 وكأنه كان بعدنا أصلا، بقيتوا مكملين، نهبتونا وكأبتونا ومرضتونا، قلنا يلا ما ضل في شيء، لازم أكيد يكون خلص. تكليفي بمهمة تشكيل الحكومة العديدة. بس لا، طلع أبدا مش خلص. قررتوا تكملوا علينا وتقضوا على شوية أمل بقيلنا بالمستقبل، والنتيجة فجرتونا وقتلتونا وشردتونا وجوعتونا وهجرتونا. ولك شو بعد فيه؟ ولك شو بعد بدكن؟ هلأ نحن بال 2021 صرنا خيالات ماشية، أجسام بلا روح بس ماشية، ولك كرميل الله مش خلص. تشكيل الحكومة الجديدة. وانتو ايه انتو يلي بعدكن لاحقين زعمائكن وركدين وراهن مثل الغنم، كمان انتو مش خلص. ولك خلص خلص خلص.